الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا ورمضان كريم عليكم. حالة مطار مي هاي دائما راح تصير عندكم، خصوصا الناس المبتدئين. جانا هذا المطار ملفوف بيه مشكلة، المشكلة مات بأنه من يشتغل ويدخل بيه المي احنا نسميه يخنس، يعني يضعف شوية شوية المطار ويحمل يضعف. هاي المشكلة وين صايرة؟ هاي صراحة نشوفها. هذا المطار، هذا بياناته طبعا تشوفوها، هذا واحد حصان زين عيني. اللافينة يعني السيم اللي لافين بيه كانوا 0.50، يعني جيج 25، هذا اللف القديم مالته، عدد مطينة 80. فمن تجيك هيج حالة معناته الجيج مال السيم ما متوالم ويا القوة الحصانية مالت المطار. فأنت المفروض شو تسوي؟ لو أنت مثلا ما عندك البيانات مالته، ما عندك أعداده، ف الطريقة اللي يسويها ترفع الجيج مالته من 50، ترفعه أول مرة رفعة واحدة وتشوف الحجم مالت السيم اللي بالخانة. يعني مثلا هذا هو المجرى، فأشوف السيم اللي وصل يعني ترس المجرى لو لا. طبعا هي الطريقة هاي مو علمية بس حتى تتلافى المشكلة. فإذا ما ترس المجرى براحته فش تسوي؟ الصعد الجيج، يعني مثلا سويناه 40 اللي هو 0.55، العفو 24، جيش 24. إذا خلينا جيش 24 وبقى متارس المجرى، إذا هذا يصعد إلى 0.60 اللي هو هذا الجيش اللي لفيناه. فغيرنا البيانات مالته من 25 إلى 60، يعني من 0.50 إلى 0.60، صعدناه درجتين اللي هو هذا قوة المطار. فأعطيناه أعداد مالته 70 وحتى 65 هم تصير. فإحنا للأمبير، حتى الأمبير مالته يتعدل، أعطيناه 70، العدد مالته 70. والستارت مالته تقدر تلفه 26 وتقدر تلفه 27. فهاي لفيته 27 0.40، العدد مالته 130. قوى الماطور وصار احسن من قبل. هنا ياخذ عندك تقريبا نص امبير بهذا اللف. هنا اخذ عندنا 1 امبير. فاذا الواحد امبير معقوله ويا جيج هذا السيم. فأي حالة تجيك بأنه المطار يقول لك المطار يخنس بالضغط المي، لأنه هاي تعرفون الخنزيرة مالته تصير كبيرة، فمن يدخل المي ثقل المي والكويل مالتك ضعيف، راح يسوي عندك هبوط بالمطار، يعني أول ما يشتغل شوية يضعف المطار. فهسه راح أشغلكم إياه وأشوفكم الأمبيرية مالته. هسه راح نشغل المطار، نلاحظ الأمبير مالته 1 أمبير. هذا الامبير مالته كلش معقول ويا الكهرباء 200، حتى لو يصعد 1.25 كلش اعتيادي. فحبينا نوضح لكم هاي المشكله اللي راح تصير عندكم هوايه تواجهكم بشغلكم، خصوصا المبتدئين. ورمضان كريم عليكم وتحياتي لكم.